إذا نبدأ نشرتنا مع آخر التطورات في محافظة المهرة، حيث قتل شخصان وأصيب آخر في إطلاق قوات أمنية النار على محتجين من أبناء المحافظة. نعم، وقالت مصادر محلية أن قوات أمنية فتحت النار على تجمع سلمي من أبناء المهرة كانوا يحتجون على استحداث نقاط أمنية في منطقة الأنفاق الواقعة في مديرية حصوين إلى غرب مدينة الغيضة. وتعتبر هذه الحادثة هي أول صدام مباشر بين سلطات المحافظة المدعومة من السعودية وأبناء المهرة المعتصمين سلميا في إطار الرفض الشعبي لتواجد القوات السعودية على أراضي المحافظة. كما حمل المحتجون محافظ المحافظة راجح بكريت مسؤولية إراقة دماء المحتجين سلميا من أبناء المحافظة، مشيرين إلى أن القوات استخدمت المدرعات والسلاح الثقيل وأطلقت النار بشكل مباشر تجاه المحتجين من أبناء القبائل. وطالب المعتصمون السلميون اليوم حكومة الشرعية والتحالف بإحالة المحافظ باكريت إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، خصوصا بعد تغريدته الأخيرة التي علق فيها على الحادث الأخير واتهم فيها المحتجين بأنهم من مهربي المخدرات والأسلحة والإنقلابيين. من جانبه قال محافظ المهرة راجح بكريت أن قوات أمنية أفشلت هجوما لمسلحين خارجين عن القانون استهدفت نقطة الأنفاق في مديرية حصوين. وأضاف بكريت في تغريدة على حسابه في تويتر أن المهاجمين هم من مهربي السلاح والمخدرات والمدعومين من الإنقلابيين الحوثيين ودول إقليمية لم يسمها لتسهيل عمليات التهريب من البحر. ولمزيد من التفاصيل حول ما جرى اليوم في محافظة المهرة ينضم معنا عبر الهاتف سيد علي مبارك بن محمد عضو اللجنة الإعلامية المنظمة للاعتصام. أهلا وسهلا بك بداية سيد علي. إذا جرت اليوم مواجهات بين قوات أمنية وأيضا محتجين، المحافظ اتهم هذه يعني المحتجين بأنهم مهربي سلاح ومخدرات. بداية نريد أن نعرف ما الذي جرى بالتفصيل. بداية الرحمة على الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. في الحقيقة ما حصل شيء مؤسف جدا وشيء ما هو متوقع، خصوصا في هذا الظرف الصعب اللي تعيشه المحافظة واليمن عموما. ما حصل بالضبط أنه هناك وبعد الخروجات التي حصلت من التحالف وقيادة المحافظة على الاتفاق السابق الذي وقع بين لجنة الاعتصام والتحالف، ومن هذه الخروجات هي استحداث نقاط عسكريه على مضرب من الناس وقريب من وتهدد سكينتهم والناس على مضض من هذه النقاط وهذه السكنات العسكريه. اللي حصل انه في مدينه حصوين وبالتحديد غرب الانفاق كان هناك عملوا على سكنه عسكريه في هذا المكان، وكان الناس معترضين على هذا المكان من قبل، وقد كلموا التحالف والسلطه انهم معترضين ولم يتفاهموا معهم ابدا. الى امس بالليل جو واتوا بقواتهم و مدرعاتهم من الاماكن الى المكان المحدد هناك، ومن الجانب الاخر هناك القبائل احتشدت هناك وفجد حشود سلميه على اساس التفاهم وعلى اساس منعهم سلميا حتى يتم ترتيب الامور او يتم الحوار معهم، ولكن وللاسف فوجئ الناس انهم اطلقوا النار عليهم فجاه، ما هم جالسون الناس ما هم متوقعين. نعم. يعني ما هم متوقعين انه يكون هناك هذه المواجهه وبالاسلحه الثقيله والمدرعات وبتوجيهات زي ما لكن المحافظ قال بان مسلحين هم من باشروا القوات الامنيه باطلاق الرصاص. اولا بالنسبه لما قاله المحافظ بالتغريده ان هناك نقطه عسكريه، هذا لا يوجد هناك نقطه عسكريه بالخارج، يعني هم ارادوا ان يفعلوا يعني ان يعملوا هذه النقطه ولكن لم يعملوا، انما اتوا للناس وضربوهم. يعني النقطه هذه مهمه جدا اللي يجب التركيز عليها، ان هناك زي ما قاله المحافظ ان هناك نقطه عسكريه والناس ضربوا عليه، لا يوجد اصلا نقطة عسكرية. كيف يعني فراغ يضرب الناس؟ لا يوجد هناك نقطة عسكرية فقط، وانما
هناك ناس اتوا هناك يعني من الاهالي اتوا تجمعوا هناك على اساس انهم اذا جت قوات التحالف وقوات المحافظه بتاع هذه النقطه بيمنعوهم. اتوا هذه القوات وواجهت الناس وضربوهم. طيب حصل تبادل اطلاق النار ام كان اطلاق النار من جهه واحده؟ لا تم تبادل اطلاق النار، تم تبادل اطلاق النار، بس اخواننا ما عندهم اسلحه ثقيله، اتوا ببنادقهم الخفيفه يعني وما يتوقعون، اما الجماعه معهم اسلحه ثقيله ومدرعات وقوه عسكريه كبيره. نعم اذا ولم يتوقعوا انه يحصل بهذه الطريقه هذه الشكل الفاجئ، حتى ان هناك شيوخ قبائل. نعم بشكل مختصر اريد ان اسمع منك سيد علي، هل كانت النقطة الأمنية المتواجدة تابعة للسلطات المحلية أم أنها قوات سعودية؟ هذا واحد. والسؤال الآخر، ما هي الخطوات التالية بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في المهرة؟ بالنسبة للنقطة هذه أنا زي ما كلمتك في الأمثال توجد نقطتين ثابتتين، هذه نقطة وزارة داخلية وهي نقطتين قديمتين وهي موجودة والناس لم يتكلموا عليها. هذه النقطة اللي بيستحدثوها هي نقطة تتبع التحالف، فيها جنود من خارج المحافظه، هذول المقنعين ميليشيات المحافظه نفسها والناس متخوفين منها ورافضينها في كل انحاء المحافظه. اما النقاط اللي تبع وزاره الداخليه وتبع الامن العام فالناس ما هم عارضين عليها، ونقاط موجوده من قبل ولم يتم الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال. هذه نقطه يريد ان يستحدثوها، هي لا يوجد نقطه اساسا حتى الناس يضربوا عليها، هم يريدوا استحداث نقطه. الاهالي منعوهم، اتوا وضربوا الاهالي. يعني هذه جزئيه مهمه ان المحافظ لما قال. طيب بما يخص السؤال الثاني، نعم لا يوجد نقطه. السؤال الثاني، السؤال الثاني، الناس اليوم الشيوخ وجميع القبائل تتوافد الى هذا المكان من اجل التضامن مع القتلى ومن اجل ان يكونوا يدا واحده، وانهم الان نناشد القياده رئيس الجمهوريه والتحالف والمنظمات الدوليه على ان يتم هناك تحقيق نزيه في هذه القضيه، وان يحاسب المجرمون وان يحاسبوا الذين ارتكبوا والذين امروا والذين باشروا في هذه العمليه. نعم اذا وضحت لن يسكتوا عن حقهم. نعم. وسيكون هناك تسعيد اكبر من اجل اخراج، لن نتحمل المسؤوليه في الاول والاخير هي التغرير هذه اللي اعتراف رسمي. نعم اشكرك جزيل الشكر سيد علي مبارك بن محمد عضو اللجنه الاعلاميه المنظمه للاعتصام في المهره.